كلام يودي ويجيب مع غدير حسان ورامي الحلواني. أمثال عشنا وجربنا وحصلت لنا في حياتنا كتير، ناس أمنت بيها وناس قالوا صدفة، تعالوا نشوف رأي المشاهير. أمثال عشنا وجربنا وحصلت لنا في حياتنا كتير، ناس أمنت بيها وناس قالوا صدفة، تعالوا نشوف رأي المشاهير. خلاص بطلنا عتاب، بس الغلطة بحساب. اياد نصار منورنا على راديو 90 90، كل سنة طيب. وانت طيب؟ ايه الاخبار؟ عامل الحمد ايه؟ لله. الحمد لله. الغلطة بحساب فعلا؟ يعني بص انا برج العقرب. زميل يعني. ومعروف برج العقرب انه الغلطة بحساب، بس بيأجل. يعني اللدعة تيجي مظبوط. يعني لازم اللدعة تماما، انما يعني نص حساب ده ما ياكلش مع العقرب. تفتكر موقف ان انت كده يعني فضلت ساكت 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 وبعدين في لحظة انفجرت على اللي قدامك؟ كتير كتير يعني، وتستغرب انه كان سكوتي على مدى سنين، يعني مثلا مش سكوت على فترة بسيطة، لا سنين. ما بقولك برج عقرب عقرب يعني. عقرب عقرب يعني. امتى ممكن اياد نصار يسامح ويقول خلاص عفى الله عما سلف؟ كتير كتير بسامح، بسامح لما يكون في منطق قدامي، لما خلاص اصدق. انا بحب اصدق اللي قدامي، دي مشكلة. بس ثقة زيادة بتريح، يعني بتريحك لو في محلها. معلش بتريحك يعني. بتريحنا انا، يعني بتريح اياد نصار. انا عايز اصدق، انا اشتريت، انا صدقت. يلا عدي وخلاص. طيب بيقول لك مثل تاني، الرجولة لما عدت علينا وبصت في الارض احتراما لينا. انت مع المثل ده وتقول نفسك ساعات؟ انا بقف عند مصطلح الرجولة. يعني ايه وصفك للرجولة؟ ايه هو مطاط قوي الموضوع، وصف الرجولة يعني وكمان هو وصف بيطلقه الصنف على الآخر. يعني هو مش الرجولة بتتكلم عن، يعني مش الراجل بيتكلم عن الرجولة، الست بتوصف الراجل بالرجولة، فبتشوف الرجولة من وجهة نظرها بشكل معين. أوكي. والراجل بيعترض على ده، والراجل بيشوف الأنوثة بشكل معين وبيطلقها على الأنثى، والأنثى بتعترض على ده. فالرجولة هو صفة الآخر بيطلقها عليك، مش أنت بتطلقها على نفسك. طب في بعض الستات يعني بيطلقوا على نفسهم أنا بميت راجل، بس بياخدوها غلط، بمعنى أنهم تلاقيهم يقول لك أو بتبقى مسترجلة. أنت مع الست المسترجلة؟ بص يا غدير، احنا عارفين أنه ظروف الحياة صعبة جدا، وعارفين أنه بقت الحياة شرسة ومحتاجة نوع من الشراسة، حتى سواء راجل أو ست. وإحنا بنتكلم عن الراجل والست، يعني مصطلحات اجتماعية مختلفة، يعني ما نتكلمش عن الجندر نفسه ذكر أو أنثى، احنا نتكلم عن الرجل والست بالمصطلحات الاجتماعية. فالمجتمع فرض على الست انها ما تخنقش، ما تعفرش، ما رغم كده هي محطوطة، الست حاليا في الزمن بتاعنا وفي العصر بتاعنا محطوطة في ظروف انها لازم تعافر، لازم تنزل، ولازم تنزل الشارع وتتعرض لمواقف صعبة جدا، وبنفس الوقت هي لازم تنزل تاني يوم وما تيأسش، وتالت يوم وتكمل حياتها. فطبيعي جدا ان يكون ردة فعلها شرسة، طبيعي جدا انها لازم تتعلم الشراسة. انا ما باخدش موقف من الست الشرسة، بالمعنى انها اللي بتدافع عن نفسها. يعني ست ميت راجل لازم لازم. الرجولة مبادئ مش ضرب بنادق. سات العميد علي، هارت اليهود 2015. يعني برضو احنا بنتكلم بوجهة نظر الاخر عنك. الرجولة مبادئ اكيد، يعني هو الانسان مبادئ، يعني الانسان من غير مبدأ. بس برضو ما يعني مش عارف، بحس انه المبادئ قبل للتغير، يعني اوقات بتغيرها في ظروف معينة. دي حقيقة، وربنا يبعد عننا تغيير المبادئ وتغيير النفوس. خلونا نروح لفاصل وهنرجع تاني، لسه مكملين معاكم رامي الحلواني وغدير حسان، وطبعا مشرفنا النهاردة اياد نصار. اوعوا تروحوا في اي حد. على الراديو 90 90، كلام يودي ويجيب مع غدير حسان ورامي الحلواني. كلام يودي ويجيب مع غدير حسان ورامي الحلواني، ومكملين مع بعض لسه كلام يودي ويجيب مع رامي الحلواني وغدير حسان، وطبعا مشرفنا النهاردة اياد نصار. بيقولك ايه، الشقاوة فينا بس ربنا هدينا. انتوا جايبين الكلام ده يعني مثلا ماشيين ورا تكاتك؟ ايوه هو ده. ماشيين ورا تكاتك. وفي مواصلات. تلاقي كلام اكتر حاجه ضحكتني مره، لقيتها مكتوب على تيك توك، قال
اللي انكسر جوايا مج مش كوباية. يعني عارف انه مش حاجة بسيطة اللي انكسر. مصري 100%. بتشوفها على تكاتك ولا ميكروباصات؟ الاثنين. وانت سايق في الشارع ايه رأيك في سواقة التكاتك والميكروباصات لو صدفة ان في حد عدى من جنبك سايق حاجة من حاجتين دول؟ يعني بص هو الـ الـ هو في حاجة يعني في حاجة في الشارع بالدراع يعني عارف لازم اوقات بحس انه احنا ماشيين في الشارع زي ما بنمشي على الرصيف عارف كأننا ماشيين في الملاهي يعني ايه ملاهي فهو مش تكاتك بس المشكلة تكاتك ميكروباصات كله يعني كله على طول ماشي بيخبط في كله. اتشقيت في حياتك قبل كده اياد؟ اكيد اتشقيت. تقريبا يعني عايزين موقف كوميدي كده نشارك بيه مستمعين على 90 90 وموقف حصل لك لا يمكن تنساه بينك وبين اصدقائك حد من قرايبك صحابك لوكيشن وات ايفر يعني. والله للاسف انه مش هتلاقي عندي في ذاكرتي حاجه لانهم عارف المواقف بتكون متراكمه بشكل معين فما لاقيش يعني مش هلاقي لك موقف لكن هو موقف هقول لك هو الكوميديا بتاعته كانت فين بس مش هقدر اقول لك تفاصيل يعني مش هيضحكك بس هقول لك الفكره بتاعته انه احنا كنا بنصور مسلسل مانجاني فكان دايما عندنا المشهد عشان نستحمل ساعات التصوير الطويله والشغل انه دايما المشهد نفسه بيتعمل مرتين مره بالشكل الكوميدي ومره بالشكل التراجيدي اللي هو بيتصور فيعني الميت مثلا الضحية مقتولة بس احنا نطلع اسباب مختلفة تماما عن يعني في واحد من المشاهد الدماغ بس فاحنا بندور ومات ليه يعني اتقطع الدماغ انا فهمت قصدك يعني هي ممكن تبقى الكوميديا الحقيقية في شخصيات المسلسل او في التمثيل هما واقفين هو ده شيزوفرينيا كده احنا كنا كل مشهد لازم نعمله كوميدي يعني فيرجن كوميدي وفيرجن للتصوير. طيب بيقول لك ما تقوليش يا رايق علشان انا بتضايق. انت من الناس الرايقه يعني في ناس كده بتاخد بالها ان انت رايق شويه رغم ان العقرب مش رايق على طول. انت من الناس الرايقه دي ولا لا؟ رايق نوعا ما يعني بس اكيد بتعصب يعني اوقات بتفلت معايا يعني بكون يعني في الفتره دي مثلا انا تحت ضغط شديد في الشغل يعني فلا اعصابي بتفلت قوي يعني بس بحاول قدر الامكان اكون رايق يعني. بس طبيعتي رايق. امتى ممكن تقول لحد ما تقوليش رايق عشان انا بتضايق؟ لو كان مستسخف انفعالي يعني انا منفعل بشكل ومنفعل جدا وهو بيتعامل ببرود يعني. لدغ تعبان ولا غدر انسان؟ انت مع المقولة دي؟ لدغ تعبان ولا غدر انسان طبعا اكيد اكيد غدر الانسان خصوصا لما يكون الانسان مقرب منك يعني يكون عادة هم اقرب الناس هم اللي عندهم القدرة على تشويشك يعني انت مستحيل حد يشوشك وهو بعيد عنك هو شخص بعيد هو اقرب حد ليك هو اللي بيخليك يا اما بوزيتيف يا اما نيجاتيف فاكيد غدر الانسان اصعب يعني هو لدغة التعبان كمان مش سهلة يعني. اخيرا الحكمة والمثل اللي اياد نصار ماشي بيها في حياته مقولة لمحمود درويش ايه هي؟ ارى ما اريد كانت اخر كلمه سمعناها من اياد نصر النهارده. كل سنه وانت طيب وكل سنه وانتم طيبين. بكره ضيف جديد وحلقه جديده من كلام بيودي ويجيب مع رامي الحلواني وغدير حسان. كلام يودي ويجيب مع غدير حسان رامي الحلواني والمؤلف ايهاب بليبي. على الراديو 90 90 كلام يودي.